طبعا نرحب بجميع الصحفيين الموجودين معنا اليوم وبالضيوف الذين قدموا إلى شمال وشرق سوريا، أساسيا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي الجنرال مايلز كاغينز، والوفد المرافق له من القوات والقيادات النسائية الموجودة ضمن التحالف. طبعا خلال المؤتمر الصحفي اليوم سوف نتحدث عن مجموعة من المواضيع والنقاط التي تهم مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية والعمل المشترك والتنسيق المشترك مع التحالف الدولي في الحرب ضد داعش. الزميلة ليلو عبدالله تحدثت عن ولو بشكل مختصر عن عملية ردع الإرهاب التي حدثت في منطقة دير الزور أو جنوبها بشكل أساسي. أيضا نود طبعا خلال هذه المرحلة أن نتحدث عن استمرار العمل المشترك الذي نقوم به إلى جانب قوات التحالف الدولي من عدة نقاط، سواء كانت العمليات العسكرية أو حتى التنسيق المشترك بمواضيع وقضايا مختلفة، منها مواجهة الخلايا النائمة لداعش ومواجهة إرهاب داعش بشكل كامل من خلال تنسيق استخباراتي لوجستي وعسكري كبير وبأعلى المستويات. أيضا نود الحديث أو نود التركيز أيضا على مجموعة من النقاط والمشاريع المشتركة التي يتم القيام بها من خلال التحالف الدولي ودعمه للمجالس المحلية بشكل أساسي المدنية الموجودة في المنطقة وبشكل أساسي المناطق المحررة. طبعا هذه الأعمال والمشاريع تأتي لدعم الاستقرار في المنطقة وعودة الحياة الطبيعية لها من خلال إعادة البناء، تقديم الخدمات الأساسية، والتي نراها طبعا جزء من الجهود المختلفة لمواجهة الإرهاب، لمواجهة داعش والقضاء عليه بشكل كامل، ليس فقط عسكريا ولكن من جميع النواحي. في هذا الإطار طبعا نود التركيز على التهديدات والضغوط التي تواجه مناطق شمال وشرق سوريا والتي تأتي من جهات مختلفة نتيجة وجود أطراف مختلفة ضمن الصراع السوري تعمل وتحاول زعزعة الاستقرار من خلال القيام بدعاية إعلامية سلبية من ناحية، من خلال عمل خلايا نائمة ليس فقط داعش ولكن لجهات إقليمية أخرى. هذا الأمر طبعا يهدد حالة الأمن والاستقرار في المنطقة. تعمل هذه المجموعات على زعزعة الاستقرار من خلال ضرب مشروع الإدارة الذاتية المتمثل في أخوة الشعوب، في العمل المشترك لشعوب شمال وشرق سوريا مع بعضها البعض، وبالتحديد أيضا استمرار الانتهاكات من قبل تركيا بما يخص مناطق وقف إطلاق النار على أساس الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 تشرين الأول لعام 2019. طبعا هذا الموضوع هو ضرورة للمتابعة والوقوف عليه بشكل أكبر. هناك انتهاكات مختلفة ضمن الخطوط الأمامية لمنطقة الصراع، وأيضا في نقاط أخرى من خلال استخدام الطائرات المسيرة أو غيرها من الوسائل، وهو أمر يتناقض مع الاتفاقية من ناحية، وأيضا يتناقض مع التوجيهات والدعوات المقدمة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل غيرها من المؤسسات الدولية، وبشكل أساسي خلال المرحلة الحالية التي يعاني منها العالم من خطر انتشار فيروس كورونا وضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهته، وأساسيا مناطق الصراع التي تشكل خطر كبير واحتمال تحولها لبؤر لانتشار الفيروس وتحولها أيضا إلى بؤر للمآسي الإنسانية التي ممكن أن تتعرض لها في حال استمرار مثل هذه الانتهاكات أو تحولها إلى صراع عسكري أو عمليات عسكرية أكثر شدة. على هذا الأساس طبعا ندعو المجتمع الدولي ليلعب دوره أو دورا أكبر
في إيقاف مثل هذه الانتهاكات، في الوصول إلى تفاهمات وحلول ما بين القوى والأطراف المختلفة ضمن الصراع السوري. لن نطيل أكثر من ذلك طبعا، ونفتح المجال الآن أمام الجنرال مايلز كاغنز ليقدم تصريحه ويقف على مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا الموضوع. شكرا جالكس باس. السلام عليكم جوني سلاف روز باش. It's good to see everybody. My colleagues in the my partners in the Syrian Democratic Forces have just described the important operations against ISIS in Hasaka and Deir ez-Zor. طبعا زملائي في قوات سوريا الديمقراطية شرحوا بشكل موجز نتائج العمليات العسكرية في دير ez-Zor والحسكة. And I'm here to remind everyone that the coalition remains a strong partner with the Syrian Democratic Forces to defeat Daesh. وأنا هنا اليوم لأؤكد مرة أخرى أن التحالف الدولي هو شريك مستمر لقوات سوريا الديمقراطية في الحرب على داعش والإرهاب. Together we have accomplished tremendous work. We have been successful against Daesh, but the threat of ISIS remains. معا وبشكل مشترك تمكنا من تحقيق نجاحات ضخمة وكبيرة في الحرب على داعش والإرهاب، وعلى الرغم من ذلك فإن خطر داعش مستمر. And I want to describe how we are partnering with the SDF, the current threat from ISIS, and let you know of some other areas, some other topics where we are collaborating to help the people of this region. وطبعا أنا هنا لأقدم توضيح حول العمل المشترك الذي نقوم به مع قوات سوريا الديمقراطية وبما يخص هزيمة داعش، وأيضا المجموعة من النقاط الأخرى المرتبطة بالدعم المقدم للسكان الموجودين في المنطقة. As you are aware, because you take so many pictures and so many videos, the coalition has moved from the western parts of Syria and the northern part of Syria into the eastern part, Hasaka and Deir ez-Zor. كما تعلمون طبعا ومن خلال العمل الذي تقومون به التحالف الدولي قام بنقل عملياته من المناطق الغربية الرقة وغيرها باتجاه المناطق الشرقية في دير ez-Zor والحسكة. And from our bases in this part of the region, we are partnering with Syrian Democratic Forces to share high-level advice and planning, exchange intelligence, and coordinate air support for operations against ISIS. ومن خلال قواعدنا الموجودة في هذه المنطقة نعمل وننسق بشكل كبير مع قوات سوريا الديمقراطية في العمليات ضد داعش من الناحية الاستخباراتية، من ناحية الضربات الجوية والعمل المختلف الذي نقوم به معا. If you think this sounds like the same thing the coalition has been doing for 6 years, you are right. إذا كنتم تظنون أن هذا الأمر هو مشابه لما كان يتم القيام به مع التحالف الدولي خلال السنوات الستة الماضية فأنتم محقون. We continue to have the same strong support for the Syrian Democratic Forces to defeat Daesh, and that commitment remains. نحن مستمرون في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية و نحن ملتزمون بهذا الموضوع وبهذا العمل المشترك.